اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند النهارده طبعا الحديث الابرز من خلال صفحات السوشيال ميديا هي مباراه الاسماعيلي والاهلي هي مباراه مؤجله ضمن لقاءات الاسبوع الثاني عشر في الدوري العام مباراه جماهيريه كبيره وقلت امبارح وباكد على نفس الكلام اللي قلته امبارح كنت اتمنى بالطبع هذه المباراه تقام على استاد اسماعيليه بحضور جماهير لكن طبعا اجراءات كورونا والاجراءات الامنيه كلنا بنلتزم بالطبع بكل هذه الاجراءات لكن النادي الاهلي بالتاكيد جاهز يلعب في اي مكان وفي اي وقت واحنا بنستمتع لما بنلعب في اسماعيليه مع اهازيج الجماهير الدراويش الكبيره طبعا السمسميه واللقطات المميزه اللي دايما كنا بنشوفها في استاد اسماعيليه لكن طبعا هذه الظروف في الفتره الحاليه بتجبرنا كلنا نلعب خارج الإسماعيلية او تحديدا كمان المباراه بتتلعب في استاد برج العرب قدامكم على الشاشه لقطات طبعا من كواليس فريق النادي الاهلي داخل فندق الاقامه قبل التحرك طبعا والنهارده هيكون التحرك حوالي الساعه 6 الا ربع الى استاد برج العرب ان شاء الله تكون مباراه موفقه ويقدر الجهاز الفني يحقق كل الطموحات والدوافع اللي عايز يحققها في هذه المباراه لأنها هي مباراه بثلاث نقاط بالنسبه للمشوار المحلي وايضا استعداد جيد جدا كناحيه نفسيه ودافع معنوي قوي قبل السفر الى الكونغو الديمقراطيه لمواجهه فيتا كلوب فيتا كينشاس ان شاء الله يوم الثلاث الجاي الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. لو هتكلم على مباراه النهارده طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه يمكن اتحاد الكره اعلن بالامس في مساء الامس طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه حكم ساحه الكابتن ابراهيم نور الدين هو حكم المباراه نتمنى له التوفيق يا رب في مباراه النهارده ويعمل مباراه كبيره ما يكونش فيها اخطاء او ما يكونش فيها مشاهد كثيره. الحكم المساعد الاول احمد حسام، الحكم المساعد الثاني محمد عبد المجيد، حكم رابع محمود رشدي وفي غرفه تقنيه الفار حكم الفيديو الكابتن محمد الصباحي. ومساعد حكم الفيديو الكابتن مصطفى الشهدي ده طاقم تحكيم زي ما قدامكم على الشاشه طاقم تحكيم مباراه اليوم نتمنى ان يكونوا النهارده على قدر الحدث وعلى قدر وقيمه المباراه وما نشوفش اخطاء تحكيميه زي ما كان بيحصل في مباريات سابقه ويكون التوفيق حليفهم ان هم يرسلوا العداله في مباراه اليوم لان الاخطاء التحكيميه بالطبع يعني مش عايزين تكون مؤثره في مباراه النهارده